بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالمشاركة ديالي معكم اليوم السيد الوالي. أولا بما غادي نجاوب على هذا السؤال، ما جاوب عليه هو الأول لأنه تاع شوية ديال النقاشات، ولكن الاجتهاد مع وجود النص. فالسيدة الرئيسة قدمت الاستقالة ديالها بشكل تطوعي، خلينا نقول لك اللي قلتو السيدة السيدة الرئيسة بشكل تطوعي تلقائي قدمت الاستقالة ديالها نظرا كما شرحت قبيلة، لأنها عندها مهمة أكبر، لأنه ما يساوش الدور ديال مجموعة الجماعات التعاون والترابط اللي غادي تكون على مستوى ديال المغرب. من جهة لأنها ما بقاش غير هي السيدة الرئيسة، ما بقاش مسؤولة غير على الدار البيضاء، دابا عاد مسؤولة جهوية. المهم الكبير هو كاين عندنا في الدار البيضاء، ولكن دابا هي مسؤولة جهوية على الجهة كاملة. وهذا أنا شخصيا نتكلم إداريا دابا، المجمدات كل حاجة مقصرة. فبالطريقة باش قدمت الاستقالة ديالها يحسب لها، لأن ارتأت بأنه عندنا مهمة أكبر. ومشكلة ديال النقل، لأن المشكلة ديال النقل لو سي ثم الديجا مجلس المدينة كتمثلوا 37 عضو، وبالتالي عندكم أغلبية دائما تسيروا وسير مشترك بيناتكم، ما عندكم حتى مشكل. ولكن هذا يحسب لها على ارتأت بأنه النوع ديال النقل خدا الطريق ديالو وانتم دائما مساهمين فيه، ولكن عندهم مسؤوليه لابد الله غادي تبدا مسؤوليه كبيره اللي السيده الرئيسه مبروك ليها تعليق على هذا المصير. من الناحيه القانونيه، فبما ان ارسلت السيده الرئيسيه وقدمت لنا الرساله السيد الوالي كطلب طواعيه الاستقاله، فالسيد الوالي قبلها، كان الامكان ما يقبلها السيد الوالي، ولا ما كاينش حاجه اللي تخص عليك باش علاش؟ لانه الامكان ديالك يقتضي قادر الزين، ما كاين حتى شي واحد كيمنعها. لكن القانون كينص على انه خاص يخرج مقرر للسيد الوزير للسيد الوالي. هذا غادي راني نجيبو ليه النص باش تقراوه لكم خلاص، باش ما يبقاش هذا اللبس. فاش كيكون الطلب ديال الاستقاله ما كيعنيش الاستقاله رسميه، فالقانون كينص على انه يخرج قرار ومقرر ديال السيد الوالي اللي كينص بانه السيد اللي قدم الاستقاله راه فعلا انقطع انقطع العمل ديالو. ولكن كيتبنى بما ان السيده الرئيسه قدمت الاستقاله، ف كيقول القرار معاينه لان فعلا هذيك السيده راه قدمت الاستقاله ديالها، وبالتالي راه كاين القرار. كان بالامكان، يسمحوا لي الله يخليكم، كان بالامكان واحد يكون كاع مريض ويكون واحد كل واحد واش يكون عنده، ولكن لا علاقه لما ينص عليه القانون. القانون ما كينصش على الاستقاله، كينص على ان السيد الوالي خصو يعاين القطاع على اساس الاستقاله الاختياريه اللي قدمتها السيده الرئيسه. واش نطلعوش في هذا الموضوع؟ فشكرا لكم. لما عندنا التحديد الى الامام، نزيد نشكر السيده الرئيسه على نقطه اخرى مهمه. لا لا لا، بما ان تعطاك هذه الفرصه سعيد، تسمحوا لي انا بالعكس كنشكر السيده الرئيسه والمجلس المحترم على نقاشه ولو بطريقه مختصره على المشكل ديالنا. فالشكر لكم السيده الرئيسه ومجلسكم والمكتب ديالكم، لانه كانت ضروريه ما يمكنش من بعد الخطاب ديال سيدنا منصور والتوجه اللي كاين والاهتمام اللي كاين ان المجلس والسيده الرئيسه ما تمشيش لهذ النقطه. وانا ما غنطولش فيه لانه كاين شي حوايج كدوز في الناس اللي كيشتغلوا في الخفاء. بما شير سيد الوالي كيشكرك كما كتشكروه، راه كاين واحد العمل دؤوب اللي كيتقام متنسق تام مع السيد الوالي، والحمد لله مع الرؤساء على المستوى الجهوي لا الاقليمي ولا السيده العمده. وحنا دائما كنشوفوهم يوميا على الاقل في الصحافه اللي متبعه، بانهم كيشمشوا في الحرب وغيره، وفي السبت والحد خارجين مجموعين كيشتغلوا وكيقوموا بهذا العمل اللي هو جبار. شكرا سيده الرئيسه، والسلام عليكم.